مرحبا بكم معنا في واحد الشيوه جديده من شيوات لو 360 اللي غادي نقدموا فيها اليوم واحد الشيوه اللي هي عباره عن شوربه بالشوفان او براعم القمح وفواكه البحر، واللي المكونات ديالها كالتالي: لا بول الاخطبوط، لو جامباس اللي هو لو كروفيت، الحبار اللي هو الكالامار، عندنا بلح البحر، ليمون، الشوفان او الابلي، الزبده الطريه، الكارات الاندلسي اللي معروف بليزي شالوت، وباقة من الاعشاب المنسمه، وعندنا الزعفران الخرقوم الطبيعي، وعندنا الزعفران الحر زغبه لي بيستيل دو سافرون، وعندنا البيمون دي سبيليت اللي هي الفلفل الحار، وبطبيعه الحال عندنا الملح وزيت الزيتون الطبيعيه والابزار. وعلى بركة الله بسم الله نشرعوا في تحضير الوصفة. تنوضعوا زيت الزيتون الطبيعية على نار هادئة، غادي نزيدوا واحد الكمية ديال لو بولب، بطبيعة الحال غادي نزيدوا عليها ليزي شالوت أو الكارات الأندلسي، خلوا لي بولب تاعنا واحد شوية يتسطاو، ومن بعد غنضيفوا عليهم لي كالامار. تنزيدو عليهم ليمون، ومن بعد تنضيفو لي كروفيت غريز او القمرون. بعد ما تستوي واحد شويه تنضيفو عليهم شويه تاع مرق السمك، قليل من اكليل الجبل. بعد ما هاد العناصر ديالنا تتكون استوات واحد شويه تنزيدو عليهم الشوفان او براعم القمح اللي هو ليبلي، واحد الكميه تكون متناسبه مع السمك اللي عندنا. تنزيدو كركما اللي هو الملون الطبيعي، الخرقوم، تنعاودو نضيفو عليهم شوية تاع لي بيمون دو سبيليت، الفلفل الحار، قليل من الملح على حسب الذوق ديال السادة المشاهدين. نعاودو نحركو هاد العناصر كلها مع بعضياتها، ومن بعد غنمويو عليها أو نمرقوها بمرق السمك اللي هو معروف بالفيمي دو بواسون، اللي يمكن للساده المشاهدين يحضروه في البيوت تاعهم. لا ما عندهمش الوقت يمكن يستعملوا المربعات المنسمه اللي معروفه في الاسواق ديالنا. غنطرقوا الوصفه ديالنا تستوي واحد شويه لمده واحد 10 دقائق حتى 12 دقيقه على ما الشوفان ديالنا يطيب تقريبا، لان فواكه البحر هي بسرعه تطهي تتوجد في واحد الوقت اللي هو وجيز. بعد ما الشوربه ديالنا استوت على واحد النار متوسطه، غادي نضيفوا عليها قليل من الزبده وقليل من الزعفران الحر لي بيستيل دو سافرون، وقليل من الثوم القصبي اللي هو لا سيبوليت. هادو اعشاب منسمه تنضيفوهم في اخر الوصفه باش يعطيونا واحد المذاق اللي هو غولوفي. وفي الاخير غادي نزيدوا عليها قليل من الحبق او البازيليك. وبهذا سيداتي سادتي الطبق ديالنا غادي يكون وصل للمرحلة الأخيرة ديالو، ما بقى لنا إلا التقديم إن شاء الله. السوق تاعنا هي وجدات وغنية تبارك الله، غادي بالفيتامينات والبروتينات كما تتعرفوا. حنا المغرب عندنا جوج الواجهات بحرية، الأسماك بحمد الله متوفرة وموجودة. دابا سيداتي سادتي غادي نقدموا الطبق ديالنا اللي هو عباره عن شوربه، المكونات الطبيعيه كلها فيها. ما بقى لنا دابا الا نقول لكم بالصحه والراحه في وصفه جديده مع لو 360. شهي طيبه والى اللقاء.